نهني شعبنا الجنوبي الحر بمناسبة اتفاقية توقيع الرياض الذي هو الحل الوحيد للخروج إلى بر الأمان، ونهني قيادتنا السياسية والعسكرية بهذه المناسبة، إنها مناسبة عظيمة وتاريخية. بالطبع نشعر بتفاؤل كبير حيال توقيع اتفاق الرياض في المملكة العربية السعودية، ونتوقع أن هذا الاتفاق إذا طبق بشكل عملي على أرض الواقع أنه سينعكس على سير العملية السياسية والعسكرية في آن واحد. ونتوقع أن الانفتاح الأخير من قبل السعودية على المجلس الانتقالي هي بادرة جيدة لحل شامل للقضية الجنوبية. أنا أتمنى من اتفاق الرياض أن يلبي طموح الجنوبيين وينصفهم في حقوقهم كاملة من خدمات ووظائف وحقوق شعب الجنوب كامل.